ادخل. قاسم، انت ما بتعرفي قديش انا مشتاق لك. ولهيك ما بعتت وراي امبارح؟ انت ربيعي، انت سبب وجودي، انت روحي. لولا وقفتك جنبي ما كنت انا موجود قدامك هلا. انت ملاكي. رحت فجاه بدون ما تخبرني حتى. انشغل بالي وخفت عليك كتير يا مولاي، ودعيت مشانك كتير لتكون بخير وترشح لي. بعرف، بس ليكني أنا موجود قدامك جنبك. قسم، شوفي صاير معك شي؟ شو مزعلك؟ قولي. يلا احكي لي. أحمد، ادخل. مولاي، بعتذر منك، عم بزعجك، بس الموضوع مهم. سلطانة، قسم، شوفي، افردي وشك شوي بلا ما أحمد ينتبه عليكي، بخاف يحس إنه في شي. مولانا أصلاً سأله، أنا ما خبرته بشي. أنا غيرتي رأيك؟ نحن حكينا بكل الأمور وقلتي إنه رح تحافظي على سرنا. سلطانة صفية شيطان حقيقي، بكفي تخضعي لها مرة واحدة لحتى تعملك لعبة بإيديها، وكل مرة بتخضعي لها بتخليكي تخسري شي جديد. يا الله، انا شو بحبها لهالقديمة طيبة، بس كأنه انا صنانة شوي. لا مو صنانة، قليلة. مسكين بابا يا قلقي، قال رح يقتلو اذا ما حكيت. ابوكي؟ ليش ابوكي شو عم بيعمل هون؟ على الاغلب لاحقني لهون عم بيدور علي وما كنت عرفانة، كانوا عم بيهددوا بالسكين وانا لما شفته هيك. طيب شو بدك تعملي؟ رح تنفذي اللي طلبوه منك؟ مبروك يا سلطان، مولانا السلطان رح يجي ولده أخيرا. إيه إن شاء الله رشا خانم بتجيب لنا أمير، وقتها رح يفهم الكل إنه سلالتنا رح تستمر من نسل ابني. سلطانة،
أهلين قسام، تعي عدي معنا. ليش قسم قعدت معهم وانتي هون؟ وانتي ليش مستغربة؟ هاي قسم حبيبته للسلطان. قال قسم قال الله يلعن سيرتها، رح ورجيها بعد ما أولد أميري وبتشوفه. انتي رح تجيبي بنت أول أمير للسلطان قسم اللي رح تجيبه، حتى مولانا لقاله اسم من هلأ وحيكون اسمه عثمان. عثمان خير. شو اللي مزعلك؟ مزعوجة من رشا؟ لتكوني غيرانة؟ لا مو غيرانة، عادي الموضوع. سلطانة، نحن حتى القطط اللي بتفوت على هالقصر بنعطيها أسماء، ليش لهلأ هالجارية عم بتنادوا لرشا؟ إيه والله مزبوط، رشا خانم. انتي شركسية ما هيك؟ ايه صحيح يا مولاتي، فعلا انا شركسية. ان شاء الله يكون طبعك مثل وشك الحلو هاد. بس هلا صار لازم نعطيكي اسم جديد لانك رح تجيبيلنا ولد. انا رح سميكي ماهي فيروز. اللي بتشوفيه هو المناسب يا مولاتي، من هاللحظة صار اسمي ماهي فيروز. السلطان تعال يا درويش. اليوم عم نحتفل بابنك اللي رح ينولد، واسطنبول كلها عم تحتفل، وان شاء الله منطلق هالألعاب النارية احتفالا بنصرك يا مولاي. ان شاء الله يا درويش، هذا حلمي الوحيد، تكون مثل أجدادي المرحوم السلطان محمد الفاتح وسليمان. رح أنقش اسمي على أرض الأعداء. بكرة يوم مهم، سفير النمسا يا مولاي اللي خليناه يستنى كتير، بكرة رح يكون بين إيديكم. حضروا له استقبال كبير يا درويش، خلوه يعرف أنه فات على أثر حاكم الدنيا. مولاي شوفي يا حجي أغا، السلطانة صفية إجت. سمو الأمير، سمو الأمير، داي أخلقه ممكن تسلوه شوي؟ وين السلطانة صفية؟ لتكون مريضة. حتروح على القصر القديم، بس السلطانة صفية يا مولاتي ما حدا بيقدر يعرف شو عم تفكر وشو بدها تعمل. الأوقات الصعبة مرت والحمد لله، وإن شاء الله مفضلتك بتولد سمو أمير وبتفرح لك قلبك. آمين. بخصوص تحضيرات العرس يا مولاي، ما قدرنا نحكي بالتفاصيل، إمتى الوقت وشو الترتيبات؟ ساوي اللي بدك يا سلطانة، شوفوا الوقت المناسب لكتب الكتاب، وكونك تعافيتي فبتخلصي تجهيزاتك وبتروحي على القصر القديم. إذا بتحب بروح الليلة يا أحمد، بس أنا كنت حابة
بيوم العرس اطلع أنا وبنتي السلطانة فخرية مع بعض من القصر. إذا ما في شي تاني فيك تروحي. هاي أنسب طريقة كرمال سمعة العائلة الحاكمة. بس فكر بالموضوع، وإذا ما رح ترضى رح أقبل روح بحط ملح على الجرح وبمشي. اليوم رحت على قصر الدموع واتفقت التحضيرات هنيك، وبصراحة نقيت لك غرفة، وهالغرفة فوق البرج، وإذا وقفت على الشباك بتشوف هذا القصر. منلوح لبعض بإيدينا لنطفي الشوق. منيح اللي عجبتك الغرفة يا أغا، لأنه أنت رح تبقى فيها يكون بعلمك. قال البلبل يلي بيضل بيصيح بيقطعوا له راسه ويكون بعلمك. هالمثل بيقولوه عن الديك مو البلبل. هذا أولا يا جاهل. ثانيا البلبل يا فهيم بيغرد وصوته حلو مو بيصيح مثل الديك يلي واقف جنبي. آسفة والله مو بقصدي. بدك صب لك واحد تاني بداله؟ لا ماله لزوم. حاسة ما عدتي قلبت أصلا وبطني عم يمغصني. مولاتي بعد إذنك أنا بدي روح على غرفتي. خير شبكي؟ ليش هيك مصفر وشك؟ تعبت شوي، يمكن إذا بستريح بيمشي الحال. طيب ماشي، روحي على غرفتك وارتاحي، وهلأ ببعت لك الحكيمة. يا أغوات بعتوا ورا الحكيمة فورا. يلا تحركوا. بشيرة، الأمير صار لازم يروح على الجناح، إجا موعد نوم. سمو الأمير بدي روح لعند أخي، اشتقت له، خديني لعنده. سمو الأمير لا تركض، على منك شوي شوي. بدي روح لعند أخي أحمد، بس بشيرة مو رضيانة يعني تاخذني لعنده. طلبات أميرنا أوامر يا بشيرة. يلا تعالوا نروح مع بعض. يا سلام. طيب أنا كتير اشتقت لك يا أخي، ليه بقى تتركني بالقصر لحالي؟ أو خدني معك كمان لما تروح. موافق يا بطلي، لكن رح نروح سوا. ماما قالت لي بعد فترة أنا رح أكون عم. طبعا شو لكان، أنا كبرت ورح صير عم كمان. قسم بعد ما تصير أم رح تضل تلعب معي، ما هيك؟ مو أنا يا أميري، رشا خانم الحامل. إيه أحسن، لأنه أنا كتير بحبك. منيح اللي كنت جنبي بهديك الليلة، لأنه كنت رح موت من الخوف. أي ليلة يا مصطفى؟ الساعة
سمو الأمير بهالأيام عم يشوف أحلام بشعة يا مولانا، مو هيك يا أمير؟ أنت قصدك على الأحلام ما؟ ادخل. مولاي آسف على المقاطعة، رشا خانم تعبت بشكل مفاجئ، نقلناها لعند الحكيمة وبجوز رح تجهض يا مولاي. دستور السلطان أحمد خان المعظم. كيف هلأ؟ صارت أحسن والحمد لله، ما أجهضت بس ما تجاوزت مرحلة الخطر، للصبح لحتى نطمن. لطفك وعفوك يا رب. قلي لي كيف صار معها هيك؟ الظاهر أكلت أو شربت شي مو منيح يا مولاي. واضح إنه في حدا كان بده إياها تأجهد. مولاي سامحني بترجاك، والله العظيم أنا حميته، أنا ما إلي ذنب بنوب. هالشي مو ذنبك، رب العالمين بده إياه يجي. ما في تفسير تاني لصموده قدام كل هالمصايب والمشاكل اللي عم تمر فيها. مولاي تقصدت إنه تأذيني، ساوت هيك عن قصد. مين هي اللي ساوت هيك؟ قولي انتي مين بتقصدي؟ قسم خانو هي اللي عملت فيني هيك. أمور الحرم لك هالأيام مو عاجبتني. الحرم لك صاير هالفترة كتير فوضى، لا بقى في نظام ولا أصول بالمرة. بلبل آغا، وشك هلأ على مرمى إيدي تماماً، بلوحك كف فوراً. عم تحكيني هذا الكلام إلي أنا؟ هون أنا رئيس الحرم لك. والله يا حجي بس لو تركوا لي القرار لألي، ولو بياخدوا برأيي كنت بشيلك من رئاسة الحرم لك وبحطك رئيس رعيان الغنم. شايف حاله؟ ماشي أنا بفرجيك. شو عرفك إنه هي اللي عملت هيك؟ يا سلطانة هي ما بتحبني، ما حسيت بالراحة ولا لحظة من لما أجيت، كل ما شافتني بتجي بتضايقني ودائما بتسمعني حكي، حتى آخر مرة قدام الكل هددتني. بتعرفي مين بتكون هي البنت اللي عم تتهميها؟ قاسم حبيبتي إذا ما بتعرفي، وهي أغلى من روحي. البنات بالحرم لك شافوها لما دفشتني يا مولاي. وحتى لو كان هيك قسم مستحيل تعمل هيك شيء ابدا، هي بنت قلبها طيب. السلطان احمد خان المعظم. منشكر الله انه رشا صحتها بخير يا قسم، واللي ببطنه منيح. الحكيمه عملت اللي بتقدر عليه، وإن شاء الله ابني ما رح يصير له شيء. إن شاء الله. شو اللي صار طيب؟ شفتها اليوم كانت منيحة؟ أكلة أو شربانة شيء مو منيح، وحسب الكلام اللي قالت لي إياه قال أنت اللي سممتيها. أنا؟ ليش أساويها؟ رشا عم تفتري علي. ما تكون صدقتها؟ قاسم مستحيل إني أتهمك، ولا حتى بشك، مو ممكن. معقول صدق هالحكي؟ بس بدي إياكي تعرفي شغلة مهمة. طبعا إذا الله راد
هالمخلوقة رح تكون أمه لابني. مو ناطر أبدا منكم تكونوا أصحاب، وبنفس الوقت ما بدي إياكم تكونوا أعداء. ما بدي انشغل بمثل هيك مواضيع. كيف ما مشي الحال يا بشيرة؟ أنا كمان ما فهمت يا مولاتي، معناتها هي ما شربت كل الكاسة. دستور السلطان الأم هندان. سلطانة، أنا هلأ كنت رايحة لعندك، شو صار لرشا خانو؟ كيف صار معها هيك؟ والله أنت أدرى يا حليمة، أنت شو عملتي لحتى وقعت رشا خانو مع الأرض؟ إذا حجر بدق برجلك بتيجي وبتتهميني، بركي هي كانت مرضانة، بركي السلطانة صفية هي اللي عملت هيك. حتى لو يا حليمة، مثل ما قلتي، إذا الحجر بدق برجلي رح اتهمك. انتبهي لخطواتك، خليكي بعيدة عن ابني وعن كل حرمه. مع إنك حاولتي تقتلي ابني وما حاسبتك، جاي تحاسبيني عشي ما عملته؟ السلطانة صفية حاولت، أنا خبرتك إنه مالي علاقة. والله مين بدي صدق فيكم، ما بعرف بنوب، بس بحب قلك إني مالي وحدة غبية، ومع هيك بدي اياك تكوني مرتاحة سلطانة. أنا ما عملتها.